نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من بريطانيا، حيث حذر وزير الخزينة البريطاني من انخفاض الاستثمارات ببريطانيا بظل حالة الغموض يلي عم بيعيشها البلد بعد بريكزيت. أضاف هاموند أن حرية الشركات بما يخص الاستثمارات باتت مقيدة، لذلك عم تشهد نشاطاتها نوع من الجمود، وبرأيه هالوضع رح يبقى على حاله لحين اتضاح العلاقة مع أوروبا. وننتقل إلى الصين يلي عم تسجل تحسن اقتصادي أفضل من التوقعات، بحيث أنه الربع الثاني لها العام شهد ارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.9%، بالوقت يلي توقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين عند 6.7%. الصين بتسعى دائما لجعل اقتصادها أكبر اقتصاد بالعالم، ولا شك بأنه مواكبة التطور عم يجعلها تتقدم بدرجات فائقة. وننهي من دبي، حيث تم إبرام اتفاقية شراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي لتأمين التعاون فيما بينهم. بتواصل كل شركة العمل تحت إدارتها المستقلة، لكنها بالوقت ذاته بتستفيد من شبكة خطوط الشركة الأخرى. هالتعاون بيهدف إلى توسيع عمليات الشركتين، بالإضافة إلى تحقيق تكامل شبكة الخطوط وجداول الرحلات. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة.